شبكه مهترئه وقديمه يعني شبكه تاع خيوط نحاسيه اللي ما كانش تمكننا باش نضمنوا الخدمه العموميه ونضمنوا يعني نوعيه حسنه تاع التدفق. وكان كان فيه تذمر تاع المواطنين وفي حقهم. المواطن اليوم شبابنا شباب يعني زادوا مع الانترنت زادوا مع التكنولوجيات ويحبوا دائما سعه اكثر وسرعه اكثر. اليوم على الحجر الصحي راكم شفتوا الناس تعمل على الموبايل ونطر تطبيقات، لكن كان فيه نقص تاع الاخر اليوم على الحجر الصحي يعني لا كونسوماسيون تاعنا وصلنا يعني ذروات ما كناش نوصلوها في الماضي، رغم احنا زدنا الكاباسيتي تاعنا زدنا السعه تاع التدفق. في الماضي كان عندنا سعة تاع 1.7 تيرا وطلعنا حتى 2.7 تيرا ورايحين نوصلوا كيوصلوا تجهيزات في سبتمبر توصل لسعة أكثر. اليوم وصلنا لليامات ذروات نوصلوا 1.42 تيرا اليوم بفضل هذه المعدات الجديدة. اليوم في الماضي نحوسوا نديروا أمسان لازم نقولوها ما كتبوش على المواطن أمسان تكنولوجيا قديمة. البعد تاعها امسان عنده البعد تاعو يعني قطر تاع 800 متر باش توصل له وتوصل له سعه مش مضمون محدود لكن بفضل الالياف البصريه الالياف البصريه الاستثمار هذا اكثر نجاح، لان الاستثمار هذا متوسط وطويل المدى. معناها اليوم هذا درنا غير ان ايكيبمون صغير يعني هذا الايكيبمون عنده سعه تاعو 1000 ابوني 1000 مشترك يعني في الماضي مام حتى بعض الاحيان يجيك مواطن يقول لك اعطيني الشبكه اعطيني هاتف ولا تقول له ما عنديش قول له خلاص كاين تشبع في الشبكه ما نقدرش لازم نستنى كاش واحد يخلي الرقم تاعي ولا يخليه باش نعطيك الانترنت. كيف اليوم على الحجر الصحي نقول للناس تدرس عن بعد ما تعطيلوش الانترنت. اليوم بهذا لي زيكيبمون اللي رانا هذه التكنولوجيا رايحين نعموها على كل ربوع الوطن. هذا التزام ناخذوه.